انتهت مباراة المنتخب المغربي ونظيره منتخب الكونغو الديمقراطية بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق اليوم الأحد في الجولة الثانية من مواجهات المجموعة السادسة في كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023. وافتتح أشرف حكيمي التسجيل لأسود الأطلس في الدقيقة السادسة، ثم أدرك سيلاس ومانجيتوكا التعادل للمنتخب الكونغولي في الدقيقة 77. ودخل المدير الفني للمنتخب المغربي وليد الركراكي في مشادة مع شانسيل موبيمبا قائد منتخب الكونغو الديمقراطية. سبب اشتباك الركراكي مع قائد منتخب الكونغو، وعلق مدرب منتخب المغرب على الواقعة في تصريح تلفزيوني قائلا: درجة الحرارة ساهمت في انفعال اللاعب بشكل مبالغ فيه، وهو ما أظهر الخلاف الكبير بعد اللقاء. وعلق مدرب منتخب المغرب على الواقعة في تصريح تلفزيوني قائلا: درجة الحرارة ساهمت في انفعال اللاعب بشكل مبالغ فيه، وهو ما أظهر الخلاف الكبير بعد اللقاء. وأضاف: أحترم مبيمبا، لكن هذا الأمر لا يجب أن يتكرر سواء منه أو من جانبنا، وعلينا أن ننسى ذلك وأن نركز حاليا في قادم المباريات. Après ce troisième match dans le groupe F, le classement est le suivant. Premier, Maroc, 4 points. Deuxième, RD Congo, 2 points. Troisième, Zambie, 1 point. Mais le plus important, justice de Dieu, il y en a. Moi, je ne suis pas parfait, mais quand je suis sur le terrain, je respecte tout le monde. Respect, c'est réciproque. Vous pouvez juste nous raconter juste l'action, s'il vous plaît. Je ne sais pas. Moi, je respecte le coach. Il est grand messier. Mais quand il y en a les vidéos, on a coupé les vidéos à la télé. Okay. Mais il y en a les vidéos, moi, je n'ai pas besoin de c'est balancer. Pas, j'ai pas besoin de balancer. Moi, j'ai pris mon temps de glorifier mon Dieu. Non, 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 non. Mais nous, on veut savoir justement. On sait très bien, on connaît le joueur. On connaît très bien le joueur. On veut juste savoir ta version. Moi, c'est quoi? Moi, le plus important, ouais. Je garde mon silence. C'est mieux. C'est pas bien. Moi, je suis comme ça. Vous connaissez moi. Les réseaux sociaux, on veut calmer les gens. Quand il vous tout a le salué, monde. Quand il vous a salué, c'est passé quoi? Tout le monde, oui. Il connaît Chancel. Je vous connais justement. Moi. Je respecte tout le monde. Mais je n'ai pas besoin de tirer quelqu'un. Mais la justice de Dieu, il y en a. Tu vois, la justice de Dieu. Parce que moi, quand je joue dans les foot, je joue normal comme tout le monde. Je ne suis pas super joueur. Mais je ne croyais pas que ce mot-là, ça va sortir dans le coach. Dans sa bouche. Il a sorti quoi, justement? Je ne sais pas. Lui-même va parler. C'est plus important. إذن كما شفتوا الإخوان، مشاكل تشمق متوقعة، ربما الحظية ديال هادوك فهمتيني، التقواس بالعينين، بزاف ديال الهضرة، بزاف ديال
المغرب بحال ضربتو العين فهمتيني، عوينه ودازت وكاين شي باس ما كاين، ما كناش كنتمنوا هادشي ينتهي بهاد القضيه هادو. ما بغيناش نديرو بحال داكشي اللي داروا هادوك اللي جنبنا باش ما نتسماوش حنا، ولكن على ما بان ليا كما شفتوا معايا في التعاليق وفي هاد البدايات الفيديو بان المشكل تقريبا كان من اللاعب الكونغولي ماشي من وليد الكركره. قال لي استفزو، قال لي شي هضره ما عرفتش شنو هي الهضره هادي. وليد الكركره بغى يهضر معاه بيقول لي ما كاش ما درتش بحال هكاك، يعني بغى ينصحو الاخر ما تقبلش النصيحه بتيز في تي. شافوا اللاعبين جاوي خصوصا النصيري بايط نمو ما عقلش عليه فهمتيني، وحنا المغاربه معروفين بهاد القضيه هادي، ما كاينش شي واحد اللي قد يهضر ولا يتكلم ولا يقول حنا ولا حنا ماشي ولا قضية حامضة. المهم دازت الأمور بخير وعلى خير، المغرب ربح أو لا حل ربح، التعادل نسبة نص ربح، ربعة النقاط مزيانة، بقى عندنا ماتش واحد إن شاء الله ما غندخلش في الحسابات ديال هكا ولا هكا. أنغولا مع تعادلو يعني جوج نقاط نقطة غادي يكون تما بيناتهم واحد الصراع في شي شكل. المهم الأولين هنا الأولين ما حيداش الطبيب، كنتمنى الفريق الوطني التوفيق في المسيرة ديالو في الكاس هذا، وكنتمنى يجيبو معنا كذلك وكذلك العامل ديال الصهد أخوتي الصهد، عرفتي 27 درجة والصهد عرفتي ديك الخنيق بحال بحال لعب في البرمة ديال الحمام بحال الداخل في السخون ودير شي باش ولا شي لعبة سخونة بزاف عرفتي ديك النفس كتدخل سخونة سيفتي متعي. الله يكون في العوان، ما نقولوش حق علاج ولا ما علاج، انا المرة صافي ميتي طح طح كاين طح طح صراحة برافو عليهم داروا اللي عليهم، ما غاديش نحقرو نقولوا حق الفريق عيان 10 لاعبين 11 لاعب يعني ما كاين ع داكشي اللي عندك هو اللي غتح سالينا. ونتمنوا ان شاء الله في الماتش الجاي غادي يكون مع تسعود وغادي تكون الامور مزيانه ويكون بهذا الحال ورا تبرع عليه مرتك. اذا هادشي اللي كان الفيديو غادي كنتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم، شكرا على التعليقات، شكرا على اللي جيم، شكرا للمتابعه، ولا مازلتي ما درتيش ابوني ديال هذا دابا نستمروا ان شاء الله في هذه اللقطات اللي تكونوا بحال هكا، ونبارطاجي معكم اي حاجه كانت في هذا في السوشيال ميديا فرانا غنبارطاجي معكم نبقش نشوف نقلب ونجيب لكم اخوتي تفرجوا بلا ما تعذب ليا راسك تقلب اش واقع بان ليك دخل تفرج. هادشي اللي كان اخوتي، ما تنساوش تابوناو في القناه وتفعلوا الجرس. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.